سارة نسيم شقيقة الدكتورة سالي. مساء الخير عليك يا سارة. مساء النور حضرتك. احكي لنا القصة بالظبط، ايه اللي حصل تحديدا مع الدكتورة سالي وامتى بدأتوا تشوفوا ان هي اختفت، ان هي مش موجودة؟ هو يوم 20/5 كانت قايلة لنا ان هي مسافرة عشان تحضر محاضرات عشان تسجل في رسالة الدكتوراه. هتسافر القاهرة عشان تحضر محاضرات عشان تسجل في الرسالة. تمام. سافرت يوم 20/5 وكانت على تواصل معانا ومع بابا وماما وكل يوم بتكلمهم وبتطمنهم عليها، وكانت امورها مستقره تمام زي الفل لغايه يوم 20/6. كلمت بابا وقالت له ان هي غيرت جامد. وقالت له ايه يا ساره؟ يوم 20/6 كلمت بابا وقالت له ان هي غيرت بيانتها. يعني هي اتصلت بوالدك وقالت له ان ده اللي هي عملته ان هي غيرت ديانتها. اه مظبوط. طب وقبلها كان في تواصل معاها؟ يعني على مدار الشهر بالكامل ده كان اسرتها او انتوا كان في تواصل معاها طول الفتره دي؟ اه على طول الفتره دي كانت على تواصل مع بابا وماما على طول تليفونات معاهم. سارة حسيتوا انها مضغوطة او متلقنة كلام او قبل 20/6 المكالمة اللي كلمت فيها والدك، هل كان في رسائل غريبة، مكالمات غريبة حسيتوا؟ يعني برضو انقل لنا الصورة عشان نقدر يعني نعرف ونوصل الناس الصورة. بالعكس كانت طبيعية خالص خالص، بكل مكالماتها وكل افعالها عادي. يعني ما كانش في اي حاجة ظاهرة عليها تؤكد ان في حاجة مش طبيعية. بالضبط كانت طبيعية خالص. طب هل يا سارة كانت متعودة ان هي بتسافر سفريات كتيرة بتغيب فترات طويلة بالشكل ده، ولا يعني السفرية دي كانت سفرية مختلفة؟ لا هي دي وما كانتش محددة لنا بالضبط شهر، يعني هي كانت قالت مدة اسبوعين ثلاث اسابيع بالكتير، انا بس هحضر محاضرات وهشوف. لما كانوا بابا بيتواصل معاها قربت تخلص المحاضرات، طب هي طب امتى؟ بعد كده لما اتصلت بيه يوم 20/6 قالت له الخبر ده. طيب انتوا على مستوى الاسره او مجتمعكم في يعني الاصدقاء الزملاء بتاع، هل كان في اي حاجه تنبئ بحاجه زي كده؟ هل كان في اي مواقف تنبئ بحاجه زي كده او ممكن الموضوع يروح للناحيه دي، ولا برضو كانت الدنيا ماشيه طبيعيه؟ الدنيا طبيعيه خالص خالص، ما فيش اي مؤشرات حضرتك للكلام ده. طيب انا عايزه اقف شويه. اتفضلي. تمام. كنت عايزه اقف شويه مع المكالمه اللي اتكلمتها مع والدك لما قالت له قرارها ان هي غيرت ديانتها، يعني قالت ايه بالظبط؟ والدك رد عليها بايه؟ اتناقش معاها؟ يعني المكالمه دي محتاجين نقف معاها شويه. هي قالت له الكلمتين دول، هو صدمه. اخذ الخبر ده صدمه طبعا. طب ما حاولتوش تقابلوها او تعرفوا مكانها فين؟ بابا ظروفه الصحيه صعبه خالص. عامل عمليه في القلب، عنده سكر من أكثر من 25 سنة.